عليكم، معكم سامي فرج من قناة سامي اف. هذا الموديل لليوم رايحين نعمل عليه البرزنتيشن اللي هو ان شاء الله راح نشتغل عليه. اسمي ياماها بي اس اس اي 50. طبعا شفت الاي 50 تحسب بيت عربي، لكن طلع له هو موديل شي فئه الاي 50 ميني كيبورد اللي هي الزراير الصغيره. هاي مواصفاته، شوفوا عندك الزرار الاون، عندك زراير الفوليوم، الاوكتيف، عندك زرار الشيفت، عندك الاربيجيتر، اربيجيتر هولد، عندك نيل الاصوات، في فوق عندك الافكتات، السستين، زرار السستين، عندك الريكورد، وهذه هي شاشة الرقمية الصغيرة، وفي كذلك معاه سماعة داخلية، سماعة واحدة، لاحظ بس فقط على اليمين. طبعا هني عندك زرار الفوليوم اللي هو بتاع التيمبو، انواع الاربيجيتور، زرار هذا الشيفت شو استخدامه، كيف تستخدمه. شفت اللي هني مكتوب، هاي كل الكلمات سهلة، تضغط عليه، تم ضاغط على زرار الشيفت وتستخدم الخدمة اللي انت تبغيها، مثل التيونينج عندك زايد وناقص، تضغط على الشيفت وتم ضاغط، ما تشيل ايدك، تسوي على كيفك، تطلع لك هني في الشاشة الزايد والناقص. هذه مواصفاته، 37 مفتاح، تاتش ريسبونس، سماعة داخلية، عندك الهيد جاك حق السماعة، 42 فويس، اليو اس بي ميدي. طبعا ليش انا سويت عليه؟ حق الناس اللي هم يحبون يستخدمون كيبوردات اللي هي الميدي كنترول، حجمه صغير وحلو، اذا انت متضايق من ميدي كنترول يعني حجمه كبير، هذا تروم تستخدمه على الميدي كنترول. الجهة الخلفية من الكيبورد، لاحظ معاي هالكونكشن اللي موجود، تقدر تستخدمه حق الكهرباء وفي نفس الوقت تستخدمه حق توصيل الميدي كميدي كيبورد على الكمبيوتر وعلى البرامج اللي هي الكيوبيز اللي في اصوات. وعندك هني مكان الاوكس حق الهيدفون. انزين، وطبعا يشتغل على بطارية، لاحظ يشتغل على بطاريات الصغيرة. هذا اليوم راح نعمل عليه البرزنتيشن، وننتقل الى الفيديو الثاني وصف الكيبورد هذا. السلام عليكم، معاكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. طبعا انت اليوم مستغربين تشوفون حجم الكيبورد الصغير هذا. هذا الكيبورد انا ليش سويت عنه دعاية؟ طبعا هو نازل من قبل، بس انتو كمتابعين لي، الناس اللي تحب تشتري اللي هي كيبوردات الميدي وتستخدم الاصوات فقط على عن طريق البرامج، انزين، وحبيت اوضح لهم ان هذا نازل كيبورد جديد ياماها صغير اسمه بي اس اس اي 50. انا يوم شفت اي 50 تحسبيته عربي، بس طلع له هو من فئه البي اس اس، انزين، والكي ماله الميني كي ماله الصغار، الكي صغار. اللي عجبني ان هذا فيه ميدي حق الناس يقدرون يستخدمون، الناس اللي هم يستخدمون الكيبوردات الميدي اللي تنزل اللي يسمونها ميدي كنترول، ساعات تكون غالية وساعات تكون كبيرة، ويعني يبقى حجم صغير يكون عندي إذا كان في استديو في البيت أو شيء. عيبني إن هذا كيبورد نزل فيه ميدي، تقدر تستخدمه ميدي، وفي أربيجيتر وفي أصوات جميلة جدا. نفتحه معاكم، شوفوا صغير على طول. زين، طبعا الحين راح نبدا بالاصوات، راح اراويكم الاصوات. في مجموعه البيانو والاورجن والجيتار والبيز والسترينجز، انزين، وفي مثل ما قلت لكم الاربيجيتر، نسمع صوت البيانو، وفي تاتش ريسبونس بعد، تخيلوا تاتش ريسبونس، اسمع معي، مع السستين، اسمع السستين، هذا فص سستين، اسمع السستين. زين، اسمع صوت البيانو الثاني، طريقة
طريقة الأكتيف مالي وايد جميلة. موجود عندك زرار برا على الأكتيف، هذا هني زرار الأكتيف، شوف زرار الفوليوم بعد برا سهل، شوف عندك ليل عندك الأورغان، كل مجموعة 5 أصوات. الجيتار وسماعته منه وفيه على اليمين، سماعة واحدة بس، جيتار صوت ثاني. مع سوستين. صوت ثالث. صوت الرابع. الخامس. ليد جيتار. عندك أصوات البيز، صوت الثاني، وعندك البراس، وعندك الوايند اللي هو الفلوت. قلت لكم كل مجموعة 5 أصوات. البراسات عندك السينث ليد، حلو، صوت ثاني، سينث الباد، صوت ثاني، عندك الدرام، الفايبر. طبعا هذا هو الوصف البسيط. في عندك هني التاب، التيمبو، عندك هني الاربيجيتور، انواع الاربيجيتور نجربها مثلا مع السينث. هاي هذا زرار الاربيجيتور، وهني عندك هولد الاربيجيتور، يعني شوف مجرد تشيل ايديك يوقف، تضغط الزرار الاعدال الهولد يتم قابض. هذه نبذة بسيطة عن هذا الكيبورد اللي هو PSS-A50 ياماها. المنظور من هذا انه بسيط جدا وخفيف، تشل معاك ويشتغل على بطاريات زين. 37 كيز، تاش ريسبونس، سبيكر داخلية، عندك الهيدفون جاك، سماعات 42 فويسز، عندك اليو اس بي ميدي، يو اس بي ميدي كيبل زين. وحبيت بس أنقل لكم عن هذا الكيبورد البسيط للناس اللي تحب الميدي كيبورد. وطبعا بيكون شو اسمه سعره مع الضريبة 450 درهم. ومع السلامة.